بسم الله على بركة الله. مشاهدينا الكرام، حبايب الأعزاء داخل الوطن وخارج الوطن، نبغيكم ونحبكم بزاف بزاف بزاف. إن شاء الله يا ربي نشارك معكم واحد الكيكة زوينة زوينة ديال الكراميل. بسم الله، جوج بيضات هاو ما عندي، نص كاس ديال الزيت ها هو فينو، واحد القبيصه ديال الملحه ضروري. غنطربو هاد البيض هاد السنيده مزيان مزيان، كاس ديال الزيت محيد منه جوج صبعان، ها انت جوج صبعان ها ما عامرش. يلا مشاهدينا الكرام، احباب الاعزاء الزوينين، شاركوا معنا هذا الكيكه ان شاء الله يا ربي زوينه زوينه، ما فيها لا مقادير بزاف لا والو. كاس ديال التند العصير دابا الحمد لله الليمون راه موجود، كاس العصير شور البرتقال هانت معلقة معلقة كبيرة معمرة، عندي جوج كيسان ديال العلبة ديال الطحين هاهما فينهم، خربلتهم وحطيتهم في الزلافة، عندي جوج خمارات هاهما فينهم جوج خمارات هاهم، ان شاء الله يا ربي باقي غنزيد، باقي ما كملت، باقي القوام موجود ان شاء الله يا ربي ديال الكريمه ديال الكراميل، ماشي ديال الكريمه ديال الكراميل عفوا. هاهما جوج كيسان ديال الطحن ديال العنبة هاهما جاو حساب، ها انت القوام، ها القوام هو هذا، ها انت ها
انت اخترت انا هذا القالب، هذا هو فينو هانت، وانتم اللي عندكم هذا. المهم انا عجبني، انا اخترت هذا القالب هذايا، انتم واخا يكون ماشي قالب هذايا، المهم اختروا الاخر ان شاء الله يربي. وغنكبوا الكيكه ديالنا هانت زينه. حنا كبينا الخليط ديالنا وعلو يدكم الفوق باش يهود زوين كبة، باش تجي الكبة زوينة. هانت على بركة الله، انا غنديرو في الفران، الفران ديال الغازي، ما يكونش مجهد بزاف، ما يكونش قليل بزاف، المهم يكون هو هذاك. ها الكيكة ديالنا حنا طيبناها، حنا رجعنا معكم، حنا غنقلبوها. ها هي غزاله، ها هي شوفها، ها غزاله. احنا نقلبوها هنايا ونمشيو نصاوبو معكم الكريمه. يلا احنا نصاوبوها كرطون الحليب نسيطرو، ها هو فين كبينا هنا في الكاسرونه، ودرنا واحد نص كاس هنايا باش نخلطو مايزينا، ثلاثة د المعالق د المايزينا معمرين، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها هما ثلاثة د المعالق معمرين. خلطهم شوية خلطناها في زلافة، نص كاس ديال الحليب من هاد نسيطرو، هذايا زينة نسيطرو، نص كاس ديال الحليب من هاد نسيطرو، حنا نكبو هنايا ديك نسيطرو ديال الحليب. يلا هاجو معانا، حنا نحطو فوق البصل. العافية قليلة لكم باش ما تحرقش هاديك المايزينة. هانت حنا نحطونا على البوطا، حنا نحرقو باش ما يلصقش. نبقاو نحطو بحال هادشي حتى تقطح لنا. هانتي كيفاش رجعت، هاهي هاهي طابف. هانتي غنديرو لها معلقة ديال الزبدة، هاهي فيني فينا عليها دابا صافي.
الكريمه ديالنا. ها يلا هاجوا معنا، ها هي الكيكه نركبوها. الله ما مش معنا فاين، احنا عصابه عتني الكراميل. بسم الله هاي الكسرونة احنا نحطوها على نار مهيله، انتي مهيله بزاف. احنا حطينا الكسرونة، احنا حطينا كاس ديال سنيده كراميل. يلا هانتوما مشاهدينا الكرام، هاديك السكر ضربناها هاهو ذهب، هاهو جا غزال. نديرو فيه معلقة ديال الزبدة، غنديرو نص كاس ديال الحليب شويه مورا شويه. لو ما تخافوش هاي تحضر، ما تخافوش هاي دوك. غنزيدو داكشي اللي بقي، شويه المايزينا، معلقه صغيره معلقه صغيره ديال المايزينا. زوقوها دابا، اللي عنده غير البنان يدير على البنان، اللي عنده على الفريزه يدير الفريزه. المهم كل واحد شنو بغى يدير يدير على حسب. انا عندي موجودين كلهم درت معاه. اللي عنده البنان يصاوبو البنان، واللي عنده الفريز يصاوبو الفريز. المهم انا عندي موجودين كلهم صغرتهم. هاديك
الكراميل اللي صنفت. الكيكه ديال البلاصير ولا بلاباج ولا بالكليكوز ولا بالكوفيتير المشماش ولا المهم عا باش يلصق لك فيه باش تزين وصافي. شرائح اللوز ولا كاوكاو ولا ججلان ولا المهم ولا الكوك ولا اللي بغيت نتوما على حسب اللي عندكم في الدار متواجد اديره. انا عندي العسل، عندي لاباج وعندي الكليكوز ولكن ما بغيتش، بغيت على العسل دابا. خلينا ماشي توصل لي راه صار بعدا. شكون؟ ما نسمع الاذان الفقر نخلي الباب خاطي الحوايج. هانتي باش نمسحوها نزيدو الطراب ديالها. ايوا كيكة شاهية ان شاء الله. ها هي هاد البريد نقدموها. السلام عليكم، ها هو الشكل النهائي ديال التحلية ديالنا. كما كتشوفوا كتجيب هاد المنظر هذا وكتجي بنينة بزاف. هنا غنوريكم البنية ديالها كي كتجي. كتجي هشيشة وبنينة. نتمنى تعجبكم ونتمنى انكم تجربوها. هانتوما ها القوام ديالها كي كيجي، كتجي زوينة زوينة بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا. ها نتوما شوفوا كي كتجي، غنقطع لكم طريف باش تشوفوا. ها الكريمه ديالنا كي كتبان، وها القوام ديالها كي كيجي. القوام كيجي صغير ما كيجيش غليظ. نتمنى تعجبكم وتشاركوها معنا وعاونونا بالتعليقات وبليزابوني وبلي لايك. السلام عليكم.